تستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022 بين 21 من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر، والتي تجري على 8 استادات مجهزة بتصاميم باهرة وبتكنولوجيا عالية. فملعب البيت تبلغ طاقته الاستيعابية 60,000 مشجع، واستوحي تصميمه من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية، وأشرفت على تنفيذه مؤسسة أسبايرسون. ويمتاز الملعب بتصميمه الفريد الذي يجسد كرم الضيافة المشهود به للعرب على مر الزمن. ملعب الجنوب يقع في مدينة الوكرة وتبلغ طاقته الاستيعابية 40,000 مشجعاً، وهو من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد التي استلهمت فكرته من أشرعة المراكب التقليدية. ملعب ريان يجسد أبرز ملامح الثقافة والحياة القطرية، إذ تتضمن واجهته الخارجية عناصر فنية ترمز إلى تاريخ قطر التجاري وجمال الحياة البرية وتنوعها. أما ملعب الثمامة فيمتاز بتصميمه المستوحى من القبعة التقليدية التي يعتمرها الرجال في أنحاء العالم العربي والمعروفة بالقحفية، ويعتبر هذا الصرح الرياضي المميز أول ملعب مونديالي من إبداع معماري قطري هو المهندس إبراهيم الجيدة. ملعب المدينة التعليمية يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويجسد الاستدامة في أبهى صورها، وسيتحول بعد المونديال إلى مقر لمنتخب قطر للسيدات، علماً أنه سيستضيف مباريات المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الثمانية. أما ملعب خليفة الدولي فيقع في قلب مؤسسة أسبايرزون، ويجسد ملعب لوسيل طموح دولة قطر وحماستها تجاه مشاركة الثقافة العربية مع العالم. واستوحي تصميم هذا الملعب الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميز مصابيح الفانوس. ملعب رأس أبو عبود يعد أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال، الذي سيكون حدثاً عربياً استثنائياً بكل المقاييس.